سيطرت قوات ألوية العمالقة تابعة للجيش الوطني على مجمع إخوان ثابت التي كانت تتخذ منها ميليشيا الحوثي مدارس واقية لها. وأكد المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن القوات تواصل تقدمها في أحياء مدينة الحديدة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي العميد عبد الرحمن أبو زرع المحرمي تمهيدا لبسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة. وذكر أن قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني كبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة الحديدة، وفشلت الميليشيا في عرقلة تقدم الجيش بزراعة الألغام وحفر الخنادق ونصب الحواجز الإسمنتية ونشر القناصة على أسطح المباني العالية. هذا وكانت قوات الجيش الوطني حررت مستشفى 22 مايو بالكامل عقب خوضها معارك ضد الميليشيا الحوثية التي قامت بنسف أجزاء من مرافق المستشفى ما خلف دمارا هائلا، كما لقي 6 قناصة من الحوثيين مصرعهم وفرار العشرات منهم من مواقع المواجهات، كما أبطلت وحدات الهندسة العسكرية عشرات العبوات الناسفة، كما استعادت قوات العمالقة أسلحة وذخائر مختلفة. أحرز الجيش الوطني تقدما جديدا باتجاه مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني سيطر على سلسلة جبلية مطلة على جبال العاشة ووادي الغول، وبحسب المصدر فقد كبد أبطال الجيش الوطني الميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري. تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة حجة. وأفادت مصادر عسكرية أن المعارك تجددت غرب مديرية مستبأ، وأوضح أن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من تحرير عدة قرى من ميليشيا الحوثي جنوب حرض ومثلث عاهم، وهي قرية الفتحة وموريا وعقاوة وقرية الجبل الأسود والسوالم والعتنة وبني صالح والجمنة والغرزة وقرية الجلاحيف. سقط أكثر من 30 مسلحا من ميليشيا الحوثي في تصدي قوات الجيش الوطني بهجوم عنيف على مواقع الجيش الوطني في قرية الحقب جنوب دمت شمال محافظة الضالع. وأفادت مصادر عسكرية في جبهة دمت أن عشرات الجثث التابعة لميليشيا الحوثي لا تزال مرمية بالأطراف الشمالية للقرية. هذا وشهدت جبهة دمت مواجهات عنيفة اندلعت في وقت سابق أعقبها حالة من الهدوء بعد إفشال وكسر محاولة ميليشيا الحوثي إحراز تقدم في أطراف القرية. وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنوا من تحقيق عملية نوعية ناجحة بالالتفاف على مواقع تابعة للحوثيين وقتل العشرات وتفجير عربة BMP وتدمير مدرعة. أفشلت قوات الجيش الوطني في محور البيضاء هجوما شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على جبل دير الاستراتيجي، وكبدت عناصرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني في جبل دير في مديرية الملاجم. وأكد المصدر أن الجيش الوطني كان للميليشيا بالمرصاد ودحروا عناصرها بعد أن كبدوها خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح. كما دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا الحوثية بكثافة في شعب لبان ووادي فضحة شرقي مديرية الملاجم، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة.